شلون تهموك بهذا قلت ظلما اجت نهايه، لان هي باديه منا المشكله. تفضل. نعم استاذ، بالبدايه احنا في امتحانات العام الدراسي لسنه 2022-23 كان اكو هناك خروقات امتحانيه من قبل اداره المعهد واللجنه الامتحانيه، اللي مثل ما عرضناها بالحلقه السابقه اللي كانت الصور والادله والبراهين والاثباتات تثبت ادانه المعهد بهذا الخروقات الامتحانيه وايقاع الحيف على الكثير من الطلاب من قبل معاون مدير المعهد اللي هو اقرباء المدير نوار ضياء عبد اللطيف. المعاون هو الاستاذ نور قاسم حسن اللي تدخل بعمل المراقبين اساتذه اثنين وتدخل بكل القاعات الامتحانيه واخرج الكثير من الطلاب بتهمه الغش وايقاع الحيف عليهم. في احد حتى الصور اذا استاذ ممكن هم نعرضها موجوده أيه. عليها اي نعم الوثاق. احد الصور انا هم انا موجوده جايبه هم وياي هسه راح اشوف لكم اياها استاذ، بدليل احد اي احد ابسط الخروقات هنا هاي. احد الطلبه نعم لا 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 هاي اكو استاذ صور مال الطلبه هاي ما أي احد ما الصور نعم شنو هاي احد صور الطلبه اثناء اداء الامتحانات لاخر السنه لسنه 2022-23 هنا انا مباوع هذا صورة الطالب التليفون بين رجله وقاعد يمتحن والمدير واقف. يعني موضوع هاي الصورة منو أخذ منو أخذ هالصورة؟ هاي الصورة هو المحد ناشرها. ناشرها زين. جانبين من الامتحانات لنهاية السنة، يعني عد الامتحانات نزيهة وما بها شيء وتيأدون أداهم الوظيفي بكل يسمونه بكل مهنية. لو تلاحظ بكل الصور مو بس هاي الصورة هواي صور احنا عرضناها بالحلقة السابقة. نعم. زيارة المشرف الناقد استاذ فوزي، زيارة مدير الإعداد والتدريب السابق استاذ أحمد خالد الشويلي، وتلقى من تباوع بالصور القصاصات والملازم والتليفونات داخل القاعة الامتحانية. يعني مبدئيا ضمنيا علي ضمنيا يعني انت تقر ان هناك حالات غش حصلت؟ لا أستاذ، هي خروقات لإدارة المعهد بسبب الصراع الحاصل بين إدارة المعهد السابقة والإدارة الحالية. الإدارة الحالية هي إدارة تحكمها العوائل أستاذ، يعني مدير المعهد والمعاونة بالعمته وزوجته قبل كم يوم نقلت نقلوها ويا عمته زين، وأحد الطلبة هم بالمعهد هو ابن أخته للمدير، بالاضافه اللي طلع احد الطلبه اللي معدله 73 من الاوائل هو ابن عمه للمعاون المدير. يعني انت يعني مو تقول هو ما حد مثلا بشخص واحد ويعني قاعد يشتغل بكيفه.